مصالح صهيونية على الأراضي العربية. يا مصالح صهيونية على الأراضي العربية. يا مصالح صهيونية على الأراضي العربية. يا مصالح صهيونية على الأراضي العربية. السلاح الوحيد الذي يقضي بكل مؤامرة ولا ثورة أي المراد ايه؟ هكا ولا ايه؟ فتح المعابر. والله العظيم فتح المعابر لا يتعدى حد والله. شكون باش يتعدى فتح المعابر؟ تصور انت حلو المعابر اللي يحلوا هنا تدخل واحد الغزة والله لا يتعدى حد الغزة حتى الوضع الغزة في غزة تدخل له وزهنم في زهنم سوالة والله ليش يتعدى الغزة ليش Thank you.
Yeah.
النظام. أبناؤنا وإخواتنا الطالبات والطلبة والطلبة، شكرا لكم على هذا الحضور المكثف الذي في الحقيقة فات توقعاتنا نظرا للضغط الزمني الذي فرض علينا من أجل تنظيم هذه التظاهرة. شكرا للجامعين التونسيين، أن هذه التظاهرة من شأنها أن تثلج صدورنا. ثلاث كلمات باش نقولها لكم. أتبرع بالأموال. نهار الأربعاء 21 عدت تظاهرة وطنية نظمها الجامعة العامة باش نحاولوا نعملوا فيها تبرع بالأموال، التبرع بالدم، وثم برنامج ومحاضرات إلى غير ذلك. ونحب أفكار لتفعيل التضامن الحقيقي والفعلي مع أبناء الشعب الفلسطيني في غزة. غدا الساعة العاشرة، غدا الساعة العاشرة والنصف بمركب الجامعي بمنوبة، سيعبر الجامعيون والمؤسسات الجامعية هنالك على نفس المشاعر التي تحدث اليوم والتي عبرنا عنها اليوم. من استطاع منكم المجيء مرحبا به. مرة أخرى شكرا للطالبات والطلبة اللي ضامنوا معنا وحدة صف الثالثة، طلبة ثالثة ثلاثة واحدة هذيك ثوابتها احنا بوزة. عمال زاد عمال. ننزل علينا توش كو كو هنا شيء ده وقمرني موعدنا في مطلوبة وكما قلت لكم في الربع 21 عايش كسكركر ولقاءنا بنشيدنا الوطني حماة الحماة. حماة الحماة يا حماة الحماة هلم هلم لمجد الزمن، لقد صرخت في عروقنا الدماء، نموت نموت ويحيا الوطن. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.